السلام عليكم خوتي وخواتاتي ومرحبا بكم في حلقه جديده وفلوج جديد. اولا كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. مرحبا بكم في مغامره جديده على قناه يلا نصيدو. مغامره غادي تكون فريده من نوعها. غادي نمشيو بالدراجه الناريه من مدينه الدار البيضاء حتى نواحي مدينه بوجدور وغتعيشوا معنا ان شاء الله هذه الرحله. هذه الرحله هذه بادق التفاصيل ديالها بالطريق بالصيد ديالها بال الجميلة ديالها تحت الشعار الدائم ديال القناة يلا نصيدو. لا ما كايناش الحصيلة كاينة الجميلة. ومعايا الرئيس اللي غيرافقني في هذه الرحلة هذه الرئيس حميد ومن لا يعرفه. المهم سعيد لكم اخوتنا كاملين. اسمح لي يا خويا حميد خوت بغيتكم تابوناو في القناة الجديدة ديال الرئيس حميد بيش واميد ادفونتير واشكم تابوناو كاملين. غادي تشوفوا هذه المغامرة مبارطاجيه في جوج ديال القنوات. غادي يكون الجديد اخويا حميد ان شاء الله. ندير الماكسيموم دي فور اخوتنا باش نخليكم تعيشوا معنا الاجواء ديال رمضان في المصيف ان شاء الله تعالى. نصيد ما بين داخله وبوجدور غادي نعيشوا غادي تعيشوا معنا كل الحذافر والتفاصيل ديال هذه المغامره. غادي بالدباب ان شاء الله. ان شاء الله. غادي نمر بالطوموبيل ان شاء الله. مغامره جديده اخوت. المهم الخوت ما تنساوناش بالدعوات ديالكم. حنا غاديين دابا في يد الله سبحانه وتعالى. غادي نمشيو دقه دقه دابا حاليا 6 ديال الصباح. غادي نتوكلوا على الله وتمنوا لينا طريق السلامة. كملوا معنا الفلوغ غادي تشوفوا فيه مناظر رائعة. وتحياتي. المهم الخوت من بعد ما عشوا معنا الطريق كامله وهاد المناظر الزوينه اللي كتوفر عليها بلادنا الحمد لله عندنا بلادنا زينه تبارك الله. المهم حنا دابا متواجدين بمدينه تيزنيت. صراحه انا متاثر بزاف. واحد صديق ديالي واحد الرئيس تعرفت عليه غير من خلال القناه وهذا هو الرباح اللي ربحت من القناه. صراحه ماديات راه ما كاينينش ولكن ربحت الصحاب وربحت الخوت. وهذا الرئيس صاحبي كنت واصل انا وياه فيما كنت كنجي لتيزنيت كيعرض عليا مسكين وكيكفر بيا. اليوم ان شاء الله العارض علينا غادي نفطروا عنده ودار لي واحد المفاجاه زوينه. اجي نكتشفوا هذا السيد هذا واللي جا لتيزنيت راه مرحبا به. ها هو الرئيس مبارك الله يخلف عليه. المهم اللي بغى يصوب شي كيطون شي باش ديال شي قهوه الحفلات يا عبد السي مبارك مرحبا به. الراس والعين الله يخليك. ها هي النميره. ها المحل. المهم الخوت اللي بغى النمره ديالو ولا شي حاجه يتصل بيا. المهم دار لي واحد المفاجاه زوينه غادي نكتشفوها. ها هو صوب لي هذا القيطون هذا تبارك الله. اللهم بارك اللهم بارك بدرو. دار لي المفاجاه. دابا نوريو هذيك المفاجاه تبارك الله. اللهم بارك. المهم واحد المفاجاه اخرى دار لنا عاوتاني.
هو الرئيس حميد حط لي ستارز واخذهم بزباله ديال الفلوس وجاي رابطهم بحال شي بحال شي بردعه يلا صوبهم لي كيفاش ندير لهم القنانه والروينا والضحك نسي مبارك ويقول لنا راه كيفاش كيدارو قال لي لا ارجع شوف اش جاي رابطين هادو الخوش من بين شوف الزين مربوطين اجي نرابطينهم بالقنابل والله يخليف على السي مبارك الله اخويا مبارك الله يعطيك المهم الخوت ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نقضيو هاد الليله في مدينه تيزنيت غادي نرتاحوا شويه وان شاء الله الرحمن الرحيم السي مبارك الله يخليف عليه صراحه تاثرت بزاف انايا اخوكم راه حساس واحد شويه المهم كنتمنوا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ربي يخلف عليه المهم انسان الله يعمرها دار اللي احتاج شي قيطون بغى يدي مع الصحراء ولا شي حاجه راه ياخذ النمره ديالو يتصل بها غادي يجي يلقى الامانه ديالو موجوده المحل ديالو ها هو ها هو عاوتاني المهم الخوت هادشي راه ماشي اشهار ولا شي حاجه هذا راه عمل اخوي السيد راه خونا وعزيز علينا وبغيناكم حتى نتوما تستافدوا لي مالا كاين الانسان اللي ما كيبغيش يجي متقل من المدن الداخليه وداكشي عيط الله يتصوب يجي يلقى القيطون ديالو واج ولا طون صغيره ولا اللي بغى المهم كملوا معنا البلوك غدا ان شاء الله غادي نكملوا الرحله بالدراجه الناريه ان شاء الله حتى للنواحي مدينه الداخله غادي تبقى لنا تقريبا شي 120 كيلومتر على الداخله هذا هو المصير اللي غادي نمشيو ليه وتحيات صباح النور الاخوان المهم دوزنا واحد الليله زوينه ارتاحينا مزيان في ضيافه الرئيس مبارك الله يخلف عليه تهلا فينا صراحه المهم ارتاحينا مزيان نعسنا مزيان وما غادي نشدو الطريق ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون الوجهه ديالنا ان شاء الله مباشره خصنا اليوم ان شاء الله نجيبو مدينه بوجدور باذن الله الرئيس مبارك تحياتي خويا صباح الخير الله ينورك ربي يسمح لينا خويا الرئيس كرمنا الله يكرمك الله يحفظك ها هو الرئيس حميد اخي الاستعدادات القويطي ها هو درناه هنايا على مولانا الرئيس زيد 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 سير 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 غادي مزيان سير 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 اللهم يسر خويا بابا صباح الخير صباح النور صحيت اخويا حميد شبعتي نعاس صحة والراحة العظيم الناس ديال بصح الحمد لله وشكرا الحمد لله اخوان تحياتي المهم الخوت بغيت نقول لكم واحد الحاجه صراحه الرحله ملي كتكون طويله بالدراجه الناريه شي حاجه روعه يا سلام اللهم بارك كنوصي الانسان اللي عنده شي موطور ولا شي صاحب عنده شي موطور ما فيها باس يجرب الرحله بالدراجه الناريه وتكون المسافه طويله شي حاجه رائعه ورائعه بزاف داكشي اللي كنشوفو الاجانب والكوار كيجيو لبلادنا وكيسافروا بالدراجات كتلقى عندهم الطوموبيلات كيمشيو بالدراجات لان السفر بالدراجه الناريه عنده واحد الطعم خاص خصوصا في البلاد السعيده ما قالوا اجمل بلد في العالم حتى اجمل بلد في العالم لان صراحه شي حاجه روعه تبارك الله انتم الخوت تبارك الله اللهم بارك مناظر العين ما كتمن لهم سبحان الله العظيم المهم الخوت خليكم معنا وكملوا هذا الفلوغ غادي تشوفوا في واحد المناظر رائعه جدا
متواجدين دابا مدينه قلميم. مدينه قلميم هي بوابه الصحراء. يلا قلنا بسم الله في الصحراء. المهم اخوان دابا ان شاء الله بقى لنا الوطيه طان طان اخف النيل العيون بوجدور ارا من جبدو. المهم خليكم معنا نفوت مناظر زوينه غادي تشوفوها في البلوك ان شاء الله. المناظر كامله كامله من مدينه الدار البيضاء حتى البوجدور ان شاء الله الرحمن الرحيم. الرئيس حميد خويا الخوت الله يحفظكم كاملين الدراري خذوا مني يقين الوحق الله العظيم عادي تسافر بالموتور سيوتروشون شي حاجه واعره سبيسيال اش لو طوب دي طوب عرفتي كتمتع بالطبيعه وببلادك بحذافيرها بارتي بارتي بصح كملوا الدراري ما تقطعوش ولكن واحد الوصيه اخويا حميد الانسان اللي بغى شويه عليه طبيعي الحال يكون عنده السيكوريتي ديالو ويكون عنده الباكتاج اللي غادي يزرب على الصلاح هذاك الشيء اللي كاين ورد البال ويكون شويه عارف الطريق سي لو راه كاين جي بي اس. المهم تحياتنا لكم الخوت والله انت تصافي راه واعره بتمني لها لكل حبيب تحياتنا. الاخوان المهم درنا واحد 20 كيلومتر من بعد قلميم وقفنا نديروا واحد الاستراحه في هذا المكان هذا وحنا ويخرج لنا هذا الكليب مسكين ها هو على مزويناتو ها هو مسكين على مزويناتو. المهم حنايا غادي نديباني وان شاء الله لاصقي لي الكلاب انا خارجين لي في عودي فين ما كندير شي فلوغ ضروري ما كتلقى سبحان الله العظيم ما عرفناش منين جا مسكين ما عرفناش والله مشو شو الارض شو هنا ما كاين والو ها ما كاين والو والله ما عرفت يكون تما كان في لي طرافو ولا الله ما عرفت شو مسكين ما المهم حنا غادي نتهلاو فيه ان شاء الله. الله يرحم لكم الوالدين ديما كنخلي هذا الميساج في لي فلوغ على اساس الرفق بالبكمه راه ماشي بالضروره حتى كنطيحوا في المصيد عا باش كنلقاو مش ولا كنلقاو كلياب ولا حيت شو شو مسكينه شو مسكين شو ضريف شو شو والله الخوت ماشي تباهي الخوت ماشي تباهي ولكن هذا غير ميساج تحفيزي ها هي هي قريعه الماء غنقسموا مع هذا الشيء اللي عندنا اللي كنا بغينا نفطروا به. المهم الخوت رزقو رزقو دابا خاصنا نقادوا ليه شي راه هي واحد راه واحد العيبه نديروا ليه تما ماشي بسم الله وا الجوع ديال بصح مسكين اجي بلاتي 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 باقي قالون طري هذيك شو مسكين شو طاحت ليه صافي كلاس الشيطان هذيك لا ياكلها شو مسكين كتحس بيه فرحان هاي قوي ميله والله يعطيك الصحه والدافع مو حنا غير مسحو يدينا من بعد الله دابا الماء بادر خويا فاش نديروه ليه ها زيد هادشي عندي بان زيد زيد عيش ليا يلا جاو ماشي زيد السكر زيد كل يلا شو مسكين شو فيه الجوع شو مسكين انت شو الخوت شو مسكين شو شو مسكين الخوت ديما تلاقاو مع البكمة في المصيد ولا في غير المصيد هم البلايص اللي فيهم الخلاوات وما هذا الشيء واحد يقدر يوفر لي المهم اكله حتى هاد الكائنات رزقهم على الله حنا راه غير سبب هذاك الشيء اللي كاين رزقهم ربي اللي كيسخر ليهم كيما كيسخر لينا حنا راه كيسخر لهم حتى سبحان الله شو الديالة ديالو كيفاش طاح بها كيف فرحان فرح هذيك يلا شرب شرب الى على حسك شرب شرب بصحة المهم الاخوان تعاملنا مع هذا الكليب مسكين كنحسو به فرحان كملوا الطريق ديالنا كملوا معنا الفلوق اخوت تحياتي باي باي قول للمشاهدين باي باي قول لهم باي باي قول لهم تابوناو وديروا جيم وبارطاجيو باي باي. على قبل هذه يلاه والده الطرع ديال هادو ما عرفناش منين يخرجوها
شي زابيلا دوحة تما كاين لا زابيلا والو عطيه مساكن. شوف بدر نسم لهم شويه نسم لهم شويه بايزابيل. شوف تحيد لك من يدك بالجوع. ولك حل ولك حل وتريح. قول لي شو قول لي وتشريح شريح. اوكي دحين عطي الصفر. ايه ايوه ايه وريح صاحبي. واش عطي ارضك اللي عند الدرع راه ريح صاحبي. غادي ندور فيك صاحبي انا راه شوف راه ريح حنين واش يصير هاي هاك. كيلومتر وبقات لي على مدينة الداخلة شي 120-150 تقريبا. المهم غادي تعيشوا معنا الأجواء كاملة تشوفونا كيفاش ناخذ الكاشتي ديالنا والماتريال ديالنا وتفرجوا المصياد. كنتمناكم تكونوا يكون عجبكم هذا الفيديو الطريق والمناظر الخلابة اللي كتوفر على بلادنا وفرجة ممتعة. من دابا كنتقداو في الكاشتي ديالنا. المهم واحد الحاجة نقدر نوصيكم عليها هي الورقة والستيلو. كدير واحد اللائحة كتقيد فيها داكشي اللي خاص كامل واللي خديتيها كتضرب عليها بهذه الطريقة. هذه حنا كنتبداو في عملية التقدير الخوت. حنا في ضيافة الرئيس سيمبارك سواد عقلت عليه بالفيديوهات ديال طلال وبالفيديوهات. المهم الخوت هذا الوالد ديالنا ديال الرياس اجمعين. من بعد ما تقدينا الكاشطي واحد اللعيبة خدينا واعرة واعرة وريهم اخويا حميد الدراري. دابا فهد راشد انا ديما كندوز عند رمضان فهمتي. الحاجه الوحيده اللي كنتحسروا فيها هو العصير. ما لقيناش انا اخويا صايمين بقينا كنقلبوا على عصاره اللي 12 فولت ما لقيناهاش وحنا نلقاوها ديرو شارجابل. يا سلام اسمع غيوقع
اوه هذا كتصارع يا سلام. المهم الخوت حنايا حاليا ميناء مدينه بوجدور غادي نتقدموا واحد الحاجه اللي كان واحد 90% ديال الخرجه كامله متامله عليها هي الطعم ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي ناخذ السيبيا وغادي ناخذ السردين ان شاء الله اخوان. المهم دوزنا واحد المرحله صعيبه. اشنا هي هذه المرحله؟ هذه المرحله هي انك هذاك القاشطه ديالك او ما يسمى بالمؤونه كيفاش غادي تهزهم من ديك البلاصه وغادي ديهم للمصير. عينا من الخفوف كاميوات للاسف الشديد كيدوزوا عامرين ومع دابا رمضان واجواء الحجر الصحي وداك الشيء، ولكن نحس الحظ لان نحن مرضيين لقينا واحد البيكوب صيفطنا مع داك الشيء حنا صبقناه راه هو الميطير. غادي اتفقنا مع واحد النقطه غادي نحط لنا فيها الماتيريال. نعم الرئيس حميد. نعم الرئيس حميد على المنيدر. يا سلام يا سلام الله يبارك. عيان باش طريق ولكن عيان ديرونج مون بارطاج تحسرنا فيه ديال بصح 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 لكن الحمد لله تفرجات ولا خير تفرجات. المهم حنا غادي نروبوزي واحد قسمين ربع ساعة وغادي نتوكلوا على الله شوف شنو الحال ان شاء الله منظر يا سلام. المهم الاخوان حنايا دابا غادي نمشيو لواحد النقطة جات ما بين بوجدور ومدينة الداخلة تقريبا في المنتصف الكراع بالضبط الكراع بالضبط. حنايا غاديين دابا عندنا واحد 200 كيلومتر وغدا تبقى لنا شي 140 ما بين 140 160 مدينة الداخلة. المهم عشتوا معنا هذه الاجواء ديال الخرجه هذه الرحله كامله من ا حتى زد بالمناظر ديالها بكلشي ديالها. المهم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوريكم كيفاش البلاصه اللي غادي نتنصطالوا فيها وغادي نتعرفوا على الناس ديال الحصه الاولى ونكونوا هكاك بداك الشيء ان شاء الله غادي نختموا هذه الحلقه هذه. خوت الحمد لله وصلنا للمصيد بخير وعلى خير بعد 3 ايام ديال الطريق اللهم بارك. المنيدر يا سلام البريريكا رايه ورايه اللهم بارك. اوه احساس جميل جدا كدوز واحد الرحله 3 ايام وبالدراجه الناريه وبرمضان والصيام ملي كتوصل كتحس بواحد المتعه كبيره سبحان الله العظيم. المهم المصيد هو هذا البريريكا هي نديرو البويطين. المهم الخوت غادي تكون ان شاء الله واحد السلسله رمضانيه غادي تكون متوثقه عليكم من البدايه ديالها حتى النهايه كل نهار بنهارو مع الاجواء ديال الصيد والاجواء ديال الطياب وداك الشيء. وكنتمنى خوتي وخواتاتي يكون عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تجيو مؤابوني للقناه والبارطاج. سلام.